وفي التعليم أقامت مدرسة الصمود بقضاء بيج احتفالا وتكريما للطلبة الحاصلين على الإعفاء العام، ولم تغب المطالبات لإنهاء ظاهرة المدارس الكرفانية والتي تعد الصمود واحدة منها، وذلك بهدف تهيئة أجواء دراسية ملائمة للطلبة. في هذه الاحتفالات التي يقيمها إدارات المدارس لتكريم المتفوقين والإعفاء العام من امتحانات نهاية السنة لحصولهم على معدل أكثر من 85%، ونرى بأن هذه الإعفاءات تتصاعد متواترة في من قبل المدارس الأخرى، على الرغم من أن هذه المدرسة مدرسة كرفانية يعني وضعها متردي جدا، وخاصة في فصل الصيف في فصل الشتاء الأمطار وسلط نزول المياه على التلاميذ، لكن نرى بأن قيادة إدارة المدرسة وكادر التدريسي فيها قام برفع مستوى العلمي لطلبة لهذه المدرسة. طبعا اليوم مدرسة الصمود المختلطة التابعة لقسم تربية بيجي، طبعا احتفلنا بتخرج عدد وكوكبة من الطلاب ما يقارب 40 إلى 50 طالب نتيجة الإعفاء العام، طبعا حصلوا على نسبة كبيرة نتيجة الإعفاء العام في مستواهم التربوي. طبعا ونحن كادر مدرسة ومتوسطة الصمود المختلطة ندعو السيد محافظ صلاح الدين إلى الاهتمام طبعا بالواقع التربوي والتعليمي، كون مدرستنا طبعا كرفانية ولا تصلح للتعليم، وكذلك مدرسة طبعا بدأت تستهلك البنى التحتية للقواعد وكذلك للمرافق الصحية وكذلك للخدمات كلها للطالب. لنا الشرف أن نكون اليوم مع كوكبة جديدة من الطلبة المتفوقين الحاصلين على الإعفاء العام للعام الدراسي 2023-24 بمتوسطة الصمود المختلطة، تلك المتوسطة الفتية والتي لم يمضى على تأسيسها سوى بضعة سنوات ولكنها حققت التفوق والتميز في هذا العام الدراسي. لقد شهدت مدارسنا في الأيام الماضية الكثير من حفلات التخرج والكثير من حفلات الخاصة بالطلبة المعفيين والحاصلين على الإعفاء العام في جميع الدروس. هذا إنما يدل على أننا سوف نجعل من هذا العام عام 2023-2024 عام تميز وعام تفوق لجميع طلبتنا، وبارك الله فيكم. شكري وتقديري لكافة الأخوة القائمين على هذا الحفل، شكري وتقديري لقناة صلاح الدين الفضائية على تغطيتها هذه الفعالية وكافة الفعاليات الخاصة بمدارسنا في عموم قضاء بيجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.